اسفين الازعاج، العربيه 128 بتاعتكم؟ ايوه بتاعت بنتي منى. مالها؟ واحنا بنمر قدام الفيلا لقيت ابوابها مفتوحه والمفاتيح فيها. مش ممكن. جايز منى نسيت لانها كانت مستعجله. جايز. ادي المفاتيح وانا قفلتها. طب لو سمحت السته تجرش لحسن تتسرق. تشكرين يا ابني. عن اذنكم. مع السلامه. ايه الحكايه؟ منى مش عاوزتها تنسى؟ اكيد اكيد جايين يقبضوا عليا. ايه اللي عملتيه ده يا منى؟ انا في ايه يا بابا؟ حد يسيب عربيته قدام باب البيت مفتوحه ومفاتيحها فيها؟ عربيتي انا؟ امال عربيتي انا؟ انت جرالك ايه يا منى؟ انت مش طبيعيه خالص النهارده. تعبان يا بابا تعبان. اتفضلي المفاتيح اهي، وما تبقيش تنسي تقفلي عربيتك. متاكليش ليه يا سهير؟ ماليش نفس. وايه اللي سادت نفسك يا حبيبتي؟ مفيش يا ماما. هتخبي على امك حبيبتك؟ مالك يا سهير؟ متضايقه يا ماما متضايقه. في ايه؟ اتكلمي يا بنتي. منى ضربت واحد بالعربيه. يا خبر. ومات؟ ما عرفش عنه حاجه. احنا سيبناه وجرينا بالعربيه. حرام عليكم، ايش حال لو ما كنتوش دكاتره؟ كنتش عايزينا نستنى عشان يقبضوا علينا ويبهدلونا؟ طب وانت مالك؟ هيقبضوا عليها هي، هو انت اللي ضربتيه؟ وانا كنت راكبه معاها، واكيد كانوا هيسالوني، وسين وجيم وبوليس، وانا مش ناقصه دوشه. وغير كده لو شهدت عليها موقفي هيبقى حرج، وناس كتيره قوي هتزعل مني. ما اللي يزعل يزعل؟ هو في حد في الدنيا يزعل من الحق؟ ياه، في ناس كتيره قوي يا ماما بتزعل من الحق. يعني الراجل راح في شربه ميه؟ لا يا ماما لا، بس اوعي تجيبي سيره لبابا. وانا مجنونه؟ ده كان يفضح الدنيا وبالقليل ما كان يروح لابوها ويقول له. قلبي واكلني عليك يا صابر. يا ترى ايه اللي اخرك لدلوقتي؟ مش قادر افهم ايه اللي يخليه يتعب نفسه وينزل بالليل كده. راح يجيب نتيجه التحليل بتاعت اختك. ما انا كنت هجيبها بكره، ليه بس الاستعجال ده؟ اصله مش عايز اشغلك، لقيك مشغول الصبح في المحكمه وبالليل في المكتب. الساعه بقت واحده، مش ممكن يكون اتأخر في المعمل لحد دلوقتي. حد عارف راح فين؟ ده عمره ما اتأخر بره لحد دلوقتي. جايز يكون فات على عمتي في السبتية. معقولة يقعد عندها لحد دلوقتي؟ ماما أنا هروح لعمتي، جايز تكون ماسكة فيه. اللي تشوفه يا بس ما تتأخرش يا أحمد عشان تطمني على أبوك. حاضر. هو لسه مرجعش؟ زمانه جاي يا حبيبتي، قومي نامي. لا يا ست ماما انا مش هنام الا لما يرجع. طيب يا حبيبتي روحي انت نامي دلوقتي، ولما يرجع هصحيكي. لا، هو اللي قال لي ما تناميش الا لما ارجع عشان هيجيب لي معاه شوكولاتيه كبيره قد كده اهو. يا رب رجعه لنا بالسلامه، ده احنا ملناش غيره. طيب طيب طيب. اهلا يا حبيبي. صباح الخير. صباح الخير. عم صبحي صحي؟ ايوه حبيبي جوه بيلبس، اتفضل استريح. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا عم. تعال يا خير. في ايه؟ ابويا عم صبحي ماله؟ خرج من امبارح ولحد دلوقتي ما رجعش. الله، ازاي الكلام ده؟ جايز يا ابني يكون بات عند حد من قرايبكم. لفيت على قرايبنا كلهم محدش فيهم شافه، قلت اجي اسالك، جايز يكون راح عند حد من اصحابه ما نعرفوش. على العموم نلف عليهم، يجوز اتاخر وبات عند حد منهم. ده عمره ما بات بره البيت. محدش عارف ظروفه ايه يا ابني، والغايب حجته معاه. جيب العواقب سليمه يا رب. سليمه ان شاء الله يا ابني، هو ابوك صغير؟ يلا بينا.
بس انا كده هعطلك عن شغلك. تعطلني ايه؟ ما تقولش الكلام ده، ابوك اخويا وعشرة العمر كله. منى ما بتاكليش ليه يا حبيبتي؟ ماليش نفسي يا ماما. يا بنتي كلي لك لقمة، ما قلت روحي المستشفى كده؟ ده حتى فنجان الشاي بتاعك ما خلصتهوش. ما بلاش تحضري العمليات النهارده اذا كانت بتتعبك بالشكل ده. مش ممكن، ده شغلي. يعني يا بنتي هتفضلي تعبانه كده على طول؟ معلش يا كمال، يزر عمليه امبارح كانت متعبه شويه. جرايد يا بيه. مستنيه اخبار؟ لا لا ابدا لا. امال الملك ملهوف على الجورنال كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. عن اذنكم يا دوب الحق المستشفى. يا البنت جرالها ايه؟ من امبارح وتصرفاتها مش طبيعيه. ما تاخدش في بالك يا كمال، كل البنات على الحال ده، خصوصا في فتره الخطوبه. حازم انت صحيح سبت البيت؟ ايوه. وقاعد فين دلوقتي؟ بنسيون. ما تشغليش بالك انا مش صغير. لكن من حقي اطمن عليك. اطمني. لكن عرفتي منين اني سبت البيت؟ منى زارتني امبارح. منى؟ وايه اللي خلاها تجيلك؟ جايه تطلب مني اني ابعد عنك. تبعدي عني؟ وهي مالها؟ مش أختك وخايفة عليك وعلى عائلتها؟ ما أنا خلاص بقيت ميكروب، اللي قرب مني يتعدي. ده برضو كلام تقوليه؟ وبعدين أنا مش صغير وعارف مصلحتي كويس قوي، وهفضل متمسك بيك لأني بحبك، ولا يمكن أسيبك مهما كان التمن. حتى لو كان التمن حرمانك من أهلك؟ حرماني من أهلي أرحم بكتير من حرماني منك. ايه يا عم سالم؟ الممرضة بتقول انك مش عايز تاخد الدواء. كفاية كفاية، انا مش عايز، ارجوكم. يا عم سالم ما هو انت لازم تاخد الدواء، ولا عايزنا بقى نعمل لك العملية؟ مش هاخد ادوية خالص، ويا ريت يا دكتور تعملولي العملية.